هو بحث في أرشيف قناة نوميديا، التاريخ 25 أوت 2019. هذا ما نقلته عدساتنا في تقرير أعد عن قاطني عمارة 3 بشارع الحاج عمار بالقصبة السفلى، وهذا لسان حالهم للوالي آنذاك. هذا احنا درنا، انا واحد جاري، هذا طاح، وهذا متاع القتلي وكيف كيف طاح، هذه طاح منها النص. خمسة أشهر وثمانية أيام وقعت كارثة أخرى. التوقيت 7 مساء من ليلة أمس، نفس المكان بنفس القاطنين. الحادثة انهيار كامل لسلالم العمارة، 3 عائلات حوصرت وامرأتان أخرجتا من تحت الركام المنهار. حبط بيا كل الرحجل، كل حبط بيا، بيا بنتي هادي وبنت بنتي الصغيرة، كي ما قدرتش نبوشي كاع، ما قدرتش، خرجوني خرجوني من واحد واحد الحاجة هكايا، حطوني من هنايا، واش تفت من الدروج اللي حطوا عليا، رابت عليا كلش، رجلي جنابي كلش. زوج جيراننا محصورين، كاينة الطفلة عندها زوج توام في عمرهم عام عام، وراهي أونسنت بالك اليوم تزيد ولا غدوة، والجار الثاني راه في السطح بخمسة بأربع دراري وعياله. راه يكون ضاري، ما يقدر دوكا تي كان يخدم بالحبل والقفة، دوكا شرا كاسكروطة لولادو بالحبل والقفة، هذا هو نهار ما الحبل الدراري راح وقت شراو لهم كاسكروطة لولادو. اليوم 3 فيفري، لا مصالح البلدية نزلت لمعاينة أحوال الضحايا، ولا مسؤول أخرج العائلات المحاصرة إلى مكان آمن. احنا دوكا تي موجودة راهم 6، كاين لينا لا غالبة، هما لابو ديالهم، ما عندهاش وين، هاي دار المرأة. هاي دار المرأة هذه، رابط منين تقعد، منين تدخل، منين تخرج، منين راهي، اللي راهي في الهوتيل في الهوتيل، اللي راهي عند حبيبتها عند حبيبتها، اللي راهي عند ماليا عند ماليا. هذه شحال من خطرة صحافة تجي، شحال من خطرة نشكيو، شحال من خطرة خرجنا قعدنا 4 شهور، جات الشتا هذه كل ريحة طيرنا لي طون تداو منا وبليجي علينا باش ولينا لهنا. غدا 4 فيفري، الوفد الجديد لولاية العاصمة ينزل في زيارة تفقدية لمدينة القصبة. فهل سيحمل فجر الغد خبراً مفرحاً لعائلات يصنفون في خانة الأحياء الأموات؟ فلكي كما جينا سولة تقصبارهم الدولة.